تكون معنا رسل النعيمي اللي هي لايف كوتش. اهلا وسهلا فيك يا رسل، صباح الخير. يا هلا فيكي، اهلا وسهلا، تفضلي. صباح النور. صباح الخير. معنا محمد، الحمد لله كان في اكتئاب لكن طلع من الموضوع وشكله فرحان ومبسوط. الحمد لله يا رب. لكن رسل، اول شيء يعني هذا كمان سؤال مني انا يعني شخصيا، كيف حتقنعيني اليوم انه انا لو مثلا حالتي النفسيه ما هي كويسه اني اروح عندك؟ طيب، اول شيء هو لان احنا لازم نفهم شيء جدا مهم. موضوع الفضفضه هذا، هل هو من الصحي ان انا اتكلم فيه مع اهلي؟ هل انا اتكلم فيه مع مختص؟ هل انا اتكلم فيه مع نفسي؟ ضروري ان نعرف بان اوكي، اليوم انا اروح عند صديق او عند والدتي مثلا او عند اختي، طبيعي هذا صح ولا اكيد اروح افضفض عندهم. اللي ما نعرفه بان احنا قاعدين نطلع طاقتنا السلبيه عليهم فبالتالي المقابل بيمتص هذه الطاقة وبالتالي بيأثر عليه. يعني مجرد ما أني أنا أتعاطف مع الشخص المقابل، هذا معناته أني أنا عشت نفس المشاعر، فبالتالي في المستقبل يعني هذه العيلة، هذه مهم، هذا دور العيلة أنه يدعموا بعض. هذا الدور، هذا دور تقليدي، خلينا نتكلم أن احنا تعودنا على هذا الشيء. لكن أنا مجرد يعني أنا ما أبي أكون وايد مثالية في الكلام اللي قاعد أقوله، ولكن أنا من حبي للشخص المقابل، من حبي لوالدتي مثلا، ما بدي أذيه، ما راح أروح أنا أتكلم معها بهذه الطريقة. إذا فهمت هذا الكونسبت، إذا فهمت هذه الفكرة بأني أنا أؤذي أمي لما أنا أتكلم معها بطريقة سلبية أو عن أحزاني. يمكن لو وصلت سن معين رسل، لكن لو وصلت سن معين أكيد يعني ما أبغى تشيل همي. يعني يعني أنت ترضين في أي عمر من 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 حياة أمي؟ طبعاً بنت لو فيها شيء أكيد أبغاها تيجي تقول لي، حتى لو حتك ابني، حتى لو حزعل، بس نكون مع بعض. أوكي. إحنا عاطفياً نتكلم، لكن خلينا نتكلم بعلم أكثر، بصحة أكثر. أوكي. أوكي، أنا ما أقول إن لا تسيرون لا تروحون، ولكن أنا قاعدة أقول معلومة طبعاً، والإنسان حر كيف يتصرف فيها. لكن هو الأصح في طريقتين اللي هي تعتبر الأصح، طبعاً في عدة طرق، ولكن إحنا نتكلم في الأصح. ممكن الطريقة الأولى بأنك أنت تتخلص من مشاعرك مع نفسك. أوكي. طب كيف؟ يعني صعب أقعد أكلم نفسي؟ لا، بالتأمل والصلاة، التواصل مع الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة ليش حلوة وليش جيدة وليش مفيدة أصلا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مثل ما أنت قاعد تفرغ الطاقة السلبية يشحنك بطاقة إيجابية ويعطيك هدوء كمان. فأنت شو تسوي؟ أنت علاج في هذا الوقت، أنت قاعد تسوي علاج. أما الفضفضة هي مجرد كلام، يعني أنت ما رح تتعالجين. هذه أول شيء. الشيء الثاني، ممكن أنك تقعد مع مختص. وأنا ليش تكلمت هالكلام؟ عشان أوصل معاش لهذه النقطة سارة. بأن أنا أتكلم مع مختص. طيب ليش المختص ما راح يتأثر مثل ما أمي تتأثر؟ ما هو أنا بعد قاعدة أطلع طاقة أكيد. سلبية يعني الفشل الأكثر، exactly. ما في مشاعر، المختص ما في إحساس. بالضبط، في عنده حاجز، في عنده حاجز، لأنك يعني أنت مش قرب وصيلة. ولو كنت أنا مثلا أختك ولكني مختصة، أو زوجتك ولكني مختصة، ممكن تتكلم معي ما في مشكلة، أو والدتك ولكن مختصة. ليش؟ لأن نتدرب على هذا الموضوع، بأني أنا أتعامل مع الموضوع بدون مشاعر. هو موضوع أوكي، إذن أنا ما راح أمتص الطاقة السلبية، زائد فوق هذا وذاك أنا مدربة أني أتخلص من طاقتي السلبية، فبالتالي ما راح أتأثر، ولا راح أنت راح تنظر ولا أنا أنظر. طب أنا عندي سؤال إذا بتسمحي لي. تفضل. ما عندك طاقة سلبية؟ متدربة؟ طبعا عندي طاقة سلبية. هو في إنسان ما عنده طاقة سلبية؟ ولكن لهذا إحنا دائما مثلا في خلال اليوم 4-5 مرات تأمل، اللي هي تعتبر الصلاة، يعني هي تسمى بكلمة الصلاة، ولكن هو التأمل والتواصل مع الله سبحانه وتعالى بعدة طرق. هذا الشيء جدا مهم، لأنك أنت في هذه الحالة شو قاعد تسوي؟ هي ستيشنز، محطات. أنت تخيل خلال يومك 5-6 مرات مثلا أنت تتأمل أو تتواصل مع الله سبحانه وتعالى. طب أنت وين عندك مجال أنك أنت تراكم الطاقة السلبية؟ ما رح يعني ما رح تتراكم أصلا الطاقة السلبية، فبالتالي رح يصير عندك تنظيف مستمر. وحتى موضوع الوضوء، الوضوء هو أصلا لفتح شاكرات الجسم، لفتح نقاط مهمة في الجسم لاستقبال الطاقة والتخلص من طاقة. طب بسألك رسول، مين متى الوقت اللي الواحد يحتاج يروح مختص؟ يعني مثلا حسب نوعية المشاكل، في أشياء بسيطة يمكن أقدر أفضفض لصاحبتي أختي، بس متى أقول إنه لا، هذا الوقت أنا ما أبغى أنقل الطاقة السلبية لأهلي، أبغى أروح المختص؟ لما يعني أنا أنصح دائما بأن المختص يكون في حياتنا مثل المستشار. إذا نقدر
ليش لا؟ بالعكس في بعض الأوقات أنا مش زعلانة ولا متضايقة ولا عندي طاقة سلبية، ولكن محتاجة أن آخذ رأي في حياتي، ولهذا يسمى لايف كوتش، يعني أنت مثل مدرب حياتي. هي الفكرة شو؟ أن يشاركك بالرأي، فأنا ممكن أني أنا أتوجه له، لكن إذا مثلا أنا ما حابة أن يكون الشخص هذا موجود معي دائما، لما أوصل لمرحلة لا تأمل فايد معي ولا فصفصتي مع الناس فايدة معي، وصلت لمرحلة بديت أنا دائما في هبوط في هبوط في هبوط، حياتي ما عادت نفس أول، أحس أني أنا مشاعري السلبية صارت تتراكم عندي، ممكن أتوجه لشخص مختص يساعدني. أكيد هذا أهم شيء، وهذا يمكن كان هدف الموضوع اليوم رسل، يعني لأنه الواحد زي ما قلنا أنه يبدأ يتكلم هذا نص العلاج. شكرا لك محمد، شكرا، وشكرا أنك شاركت قصتك. بالعكس بالعكس، لأنه مو كل أحد عنده الشجاعة أنه هو يقول أنه أنا تكلمت مع الدكتور. وشكرا يا رسل، يعطيك ألف شكرا عافية. سارة.